يا غريب يا مظلوم كربلاء، اي والله يا غريب يا سليب يا شهيد يا تريب يا عطشان يا مظلوم كربلاء. شبابنا امامنا الان على الارض بلا غسل ولا كرب، بلا غسل ولا كفن ولا ما خاب والله من تمزك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الدموع إن كنت ذا حزن وقلب موجع. إيش خبر هالليلة بالطفوف؟ أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا مضجعي، وأذاب جسم السقم إن هو لم يذوب حزنا لجسم بالسيوف مقطعي. لم أنسى لا والله زينب إذ مشات، اي والله ليالي زينب، والله لم أنسى لا والله زينب إذ مشات وهي الوقور إليه مشي المسرع تدعو، والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع الهم معي. أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. أخي ما لك عن بناتك معرضة والكل منك بمنظر وبمسمع، تعذرني أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي وزينب وحسينا، أما ترى شمر الخلاب الساط كسر أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القناة، أخي زينب قضي القضاء وبما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. ضربوني واشقف بدايا والله يضربوا عيوني واشقف بدي. ليش اسوي راحة وهلي من بين يدي ولمعي روحي على اخوتي زايد
ولا ما ومشيت ولا حصل بيدي ولا مهايا بقيت ارعب يتاماكم ولما وشاجف للي يضربوها بدي اي والله شاجف للي يضربوها بدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وبعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان إهداء إليه وإلى جده أبي عبد الله الحسين وعمته العقيلة زينب الكبرى صلوا على محمد وآل محمد. قلنا في الليلة الماضية قضيتم الجهاد الأكبر أديتم الجهاد الأصغر قضيتم الجهاد الأصغر فعليكم بالجهاد الأكبر. تقريبا ختمنا الكلام أمس بهذه العبارة وهذا الحديث الشريف اللي إحساسنا الإحساس الداخلي أنه خدمة سيد الشهداء نوع من الجهاد وبالفعل من بعض الجهات شرعا ورواييا وحديثيا يمكن أن يعبر عن خدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بالجهاد. أنا ما أتجرأ وما أتجاسر أخلي بعد عند العلماء والفقهاء المطلب منهم لعل أوقع، لكن حسب الظاهر الفقهي ظاهر الروائي ظاهر التفقه فقه الحديث ممكن يستفاد أن خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه سواء من إقامة المجالس أو الحضور في المجالس ومن أي جهة خدمة سيد الشهداء من أفراد الجهاد ومن مصادق الجهاد، لكن قضيتم الجهاد أو قضيتم الجهاد الأصغر فعليكم الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر ما هو الجهاد الأكبر؟ جهاد النفس. جهاد النفس شوي هذه الليلة وغدا نكون مع جهاد النفس. أولا أعزائي مرحوم صاحب الوسائل رضوان الله عليه في كتاب الجهاد في الوسائل عند مقطع أبواب جهاد النفس أبواب جدا لطيفة أحاديث جدا مفيدة. بعض المراجع كان يوصي الشباب اللي يسألون أنه شنو نطالع لتقوية القلب في مسألة تزكية النفس وتربية النفس كان يوصي بكتاب جهاد النفس، والظاهر الكتاب مطبوع يعني بشكل مستقل جهاد النفس من وسائل الشيعة. الأحاديث كثيرة بس أختار بعض الروايات المرتبطة بجهاد النفس مو من كتابي الوسائل كتب أخرى بعض اختيار بعض الآيات والروايات. أولا من الآيات المهمة أعزائي في جهاد النفس
سبحان الله، هذه الليلة ليلة الجمعة وليلة جهاد النفس، ليلة العبادة، خصوصا في المجتمع اللي ليلة الجمعة عندهم ليلة الونسة، ليلة الدنيا، ليلة الوصول إلى اللذات الدنيوية. الآن صاير في مجتمعنا عجيب وغريب، أصلا عند البعض ليلة الجمعة صايرة بشكل المسخرة أصلا، مع نعوذ بالله، مع أنه إذا تشوف الروايات والأحاديث، تربية أهل البيت، ثقافة أهل البيت، ليلة الجمعة ليلة عبادة رب العالمين والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. طبعا أعزائي، يعني العبادة بالمعنى الأعم، أنت إذا ليلة الجمعة تزور والدينك، تقعد عند والدينك، أو مثلا تخدم والدينك، أو اللي متزوج يحاول يدير أمور أسرته، أهله، زوجته، عياله، يكون معاهم، هذه أيضا من العبادة. يعني أنا أقول عبادة، لا يجيب بالك يعني أن السيد يقول من أول الليل ليلة الجمعة إلى الصباح كله على السجادة ودعاء وتسبيح. عبادة بصورة عامة تكون في عبادة، ومن أهم العبادات طلب العلم، من أهم العبادات الآن هاللحظة أنت قطعا في عبادة، قطعا في عبادة، مجلس الحسين عبادة، ذكر أهل البيت عبادة، ذكر أحاديث أهل البيت عبادة، والعبادة بالمعنى الأعم. ليلة الجمعة ليلة العبادة، ليلة القرب إلى الله تبارك وتعالى. أولا في هذا الباب الآية الشريفة، أبدأ بالقرآن، الآية اللي لعل كثير من عندكم إما حافظين الآية السورة أو الآيات مألوفة ومأنوسة بالنسبة لأذهانكم. الله تبارك وتعالى 11 حلف يحلف، 11 قسم، 11 قسم يقسم الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يخبر حبيبي عزيزي خادم الحسين في أي مستوى من العمر، في أي درجة من العمر، اعلم أنت في وجودك أكو جانب تقوى إلهي، تقوائية إلهية، وهناك جانب فجورية ألهمها فجورها وتقواها. فجور كلمة الفاجر لعل مألوفة ومأنوسة في بالنسبة لذهنكم، فجور، فسق، بعد عن الله، ذنوب، معاصي، مجرمين، تعابير قرآنية. فألهمها، أنت أيها البشر أنت تقدر توصل إلى درجات عالية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بعدين يقول ثم رددناه أسفل سافلين، يعني البشر يقدر يصعد ويقدر ينزل، هذا بيدك، خصوصية البشر. ألهمها فجورها وتقواها، أعطاك قوة العقل والشهوة. الشهوة مو أن الشهوة فجور، لا لا لا، ترى أعزائي الشهوة مو فجور، الشهوة لو تستفاد في محلها، إذا ما كانوا يأخرون الزواج في مجتمعنا، إذا ما كانوا يغيرون ثقافتنا، إذا ما كانوا يشتغلون على مخ آبائنا وأمهاتنا، إذا ما كانوا يرتبون بهالترتيب مجتمعنا اللي بنت ما تتزوج إلى عمر ما أدري 25 26، والولد ما يقدر يتزوج، يبي يتزوج وما يقدر، لو كانوا يسوون المجتمع. الآن الزواج المبكر يقول لا سيدنا الزواج المبكر صعب، ليش صعب؟ احنا صعبنا. لو ما كانوا يأخرون كنا نشوف الشهوة، ترى زينة، اذا
الذين هم لفروج. هناك في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. شنو صفة المؤمنين؟ هو الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة تكلمنا وسامعين. والذين هم عن اللغو معرضون، وايد مهم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. قد أفلح، قد أفلح اللي يحفظ شهوته إلا في الحلال. الله تبارك وتعالى ما منع من الحلال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ليش أخروا الزواج؟ ليش كذي سووا مجتمعنا؟ أعزائي خلصنا العشرة. أنا أدري فيك، نخلص أيام العشرة نقدر، بس بعد العشرة يا ريت المجلس كلهم الآباء والأمهات، مو أنتوا الشباب، الكلام يوصل إليهم. خلصنا العشرة، الشهوة تذبح شبابنا. أعزائي الله ركب في وجودنا، أنا ليش قلت عن النقطة، ركب العقل والشهوة. الشهوة مو الفجور، ألهمها فجورها وتقواها. ما قال ألهمها فجورها وعقلها، ألهمها فجورها وتقواها. أنا قلت العقل والشهوة. العقل يأخذنا إلى، إذا ترتيب العقل لطيف ودقيق يأخذنا إلى التقوى. والشهوة إذا ما تستعمل في محلها، وطبعا من السابق كان هكذا، بشر بعد، أهواء نفسانية، إذا ما تستعمل في محلها إلى الفجور. إلى الفجور، الشهوة هي ليست بالفجور، والعقل هو نفسه ليس بالتقوى. ألهمها، في هذا يقول ألهمها، إلهام مو أعطاها مو آتاها، ألهمها فجورها وتقواها. بعقلك توصل إلى التقوى، وبالشهوة للإنسان. طبعا الشهوة هذه الشهوة أعم من الشهوة الجنسية، والشهوة شهوة المال، شهوة الشهرة، شهوة حب الدنيا، مرات شهوة القعدات. شبابنا وايد شهوة مزعجة، من الصبح إلى الليل يقعد يسولف ساعات، يقعد يسولف مع أصدقائه، من يوصل وقت الزوجة ما عنده حال، ما عنده بعد توجه، ما عنده. أنت متزوج، ليش تصرف جميع طاقتك مع أصدقائك؟ هاي طاقة بعد، أنت إنسان بشر، الطاقة محدودة، تحتاج نوم، تحتاج راحة. ليش تصرف كل طاقتك مع أصدقائك؟ هاي هم شهوة، هاي هم شهوة أعزائي. أقعد مع أصدقائي بساعات، أقعد على كرة قدم، الله، أقعد كرة شبابنا. ما يخالف الإنسان يحتاج إلى اللعب، يحتاج إلى التفرغ، يحتاج شوية التنويع شوية بحياته، مو أنه بالساعات. هذا العمر اللي إن الإنسان لفي خوص، قاعد وفلان لعب هناك وطق وصار جول وما صار جول، عمرك ليش كذي جاي يروح؟ شنو الفائدة؟ شنو حصلت أنت؟ والعجيب أنا أعتذر يا محرم، مو مال السوالف، بس أمور مهمة، حتى في ثبات حب الحسين وياكم أعزائي في قلبكم، استقراركم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أعزائي إخواني، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هاي النفس سبحان الله، هاي تحتاج إلى مدارات، هاي تحتاج إلى إدارة. لعل أحسن أفضل من كلمة المدارات الداري، لا مصطلح المدارات احنا الداري هاي يعني دير بالك عليه شوية، لا إدارة، لازم تدير نفسك. الروايات روايات كثيرة، من الروايات بعد مع مراعاة الوقت جانب، جايب وياي أعزائي هذا الكتاب العظيم الغريب اللي بيننا. هالليلة ليلة 12 صحيح، على رواية هذه الليلة ليلة استشهاد الإمام زين العابدين، وإن كانت الرواية المشهورة ذيك الرواية، وتهتمون بذيك الرواية إن شاء الله، بس من باب أن ليلة أحصل ثواب، من باب احتمال ليلة استشهاد الإمام، هذا الكتاب أعزائي الصحيفة السجادية.
جايب الصحيفة أقرأ على المنبر. أعزائي، من جهة استفادة، ومن جهة هذا الكتاب كلش غريب بيننا أعزائي يا شباب. ما يصير الآن دعاء اللي أنا أبي أقرأه أعزائي حسب هاي الطبعة صغيرة، صفحتين وثلاث أسطر، صفحتين بس، صفحتين. وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال، صفحتين. تسمح لي أقرأ الدعاء كله؟ إيش رأيك؟ يلا أقروا معايا أعزائي صحيفة السجادية. ما عندنا، عندنا جلسة مجالس نقعد شباب نقرأ صحيفة السجادية؟ ما عندنا. يلا هالليلة باسم الإمام زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة التقوى ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المآثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن نعضد ظالما أو نخذل ملهوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغيره أي أو نقول في العلم بغير علم أو نعوذ بك أن ننطوي على غش أحد أو أن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله. وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. صلوات. دعاء اللي بعده، دعاء اللي شوية طمعان فيكم، دعاء اللي بعده أيضا صفحتين، الدعاء التاسع. وكان من دعائه في الاشتياق إلى طلب هذا الدعاء الشاهد وين؟ ونعوذ بك من سوء السريرة
واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان. بس كلمة وأروح للدعاء الثاني. أعزائي في مقتل من المقاتل شفت يوم العاشر لما بقي الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا، جاء إلى ولده زين العابدين كي يودعه، جاء إليه جلس عنده. زين العابدين قال: أبا ما صنعت مع هؤلاء المنافقين؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وزين العابدين يقول: وأن يستحوذ علينا الشيطان أو أن ينكبنا الزمان. اللهم صل على محمد وآله وصيرنا إلى محبوبك من التوبة وأزلنا عن مكروهك من الإصرار. اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا، ما أدري نقص ديني أو نقص دنيا، الله شقد بحياتنا صارت ويانا أتحير، هذا إذا فعلته ينقص الدنيا، إذا لم أفعله ينقص الدين، ماذا أصنع؟ إلهي اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا، فأوقع النقص بأسرعهما فناء. الدنيا والدين أسرع الفناء. الدنيا إذا تروح الدنيا فناء، الدين إذا راح بقائي راح، هم فيها خالدون راح. فأوقع النقص بأسرعهما فناء واجعل التوبة في أطولهما بقاء. وإذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عنا ويسخطك الآخر علينا، فمل بنا إلى ما يرضيك عنا، وأوهن قوتنا عما يسخطك علينا. إلهي اخذ مني القوة في الذنوب والمعاصي. أعزائي إنصافاً هاي مو نقطة نفسية، شلون تربية نفسية إذا واحد عالم خبير بالنفس يبي رب المجتمع كذي يتكلم؟ إذا أنا قوتي بلي صارت بين أمرين، بين ما يرضيك ما يسخطك، أعطني مل بي إلى ما يرضيك وإخذ القوة عني فيما يسخطك، وأوهن قوتنا عما يسخطك علينا ولا تخلي. ركزوا أعزائي هذا موضوعنا الليلة، ولا تخلي في ذلك بين نفوسنا واختيارها. أنا نفسي تختار غلط. ولا تخلي في ذلك بين نفوسنا واختيارها، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت. اللهم وإنك من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، ومن ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك، فلا حول لنا إلا بقوتك،
ولا قوة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتوفيقك وسددنا بتسديدك، وأعمي أبصار قلوبنا عما خالف محبتك، ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل همسات قلوبنا وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات ألسنتنا في موجبات ثوابك، حتى لا تفوتنا حسنة نستحق فيها نستحق بها جزائك، ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك. اهداء إلى زين العابدين الصلوات. إن شاء الله ما تعبتوا أعزائي. الإمام سلام الله عليه روحي له الفداء عبارة جدا عظيمة، يقول ولا تخلف في ذلك بين نفوسنا واختيارها، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، وأمارة بالسوء إلا ما رحمت، حسب في الآية الشريفة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أعزائي كافي بعد هالليلة، باكر إن شاء الله تتمه، أرجوكم ما عندك التزام باكر تعال، لأن أنا ما أحب لأن خصوصا إذا المبحث مسلسل سلسلة، فتستفيد إن شاء الله باكر، عندي بعض العبارات. أعزائي خل شوية نركز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. رحمة الله منو؟ رحمة الله منو؟ رحمة الله عشرة محرم خطباء على المنبر يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، بعدين شو يقول؟ يا رحمة الله الواسعة، حبيبي أنت إذا يا شباب أعزائي، أنا مسؤول عن مجلسي اللي قاعد وياي واللي يسمعني، حبيبي أنت عندك الحسين، اعرف قدر الحسين. ليلة الجمعة طول السنة من تصير ليلة الجمعة نقول يا ريت هالليلة كنا في كربلاء كربلاء كربلاء. عجيب أعزائي، أي ليلة للعبادة، أي ليلة للعبادة، أهل البيت قالوا زر الحسين بكربلاء. الله أكبر، ليالي الجمعة ليالي العبادة، من أفضل الأعمال زيارة الحسين. ليالي القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، زيارة الحسين من أفضل الأعمال. شهر رمضان أول شهر رمضان، نصف شهر رمضان آخر شهر رمضان، زر الحسين بكربلاء. الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. وايد اعزائي انتو قدامها، انتو ماشيين اعزائي خدام الحسين، شبابنا انتو هواية من الطريق مشيتوا بالحسين سلام الله عليه، كمل مع الحسين طول عمرك. لهذا الشاعر يقول حب حسين جنننا وعشقنا، جنننا يعني شلون؟ بعقولنا جننا، بعقولنا عرفنا الحسين، هذا تشبيه هذا مجاز واستعارة. حب حسين جننا وعشقنا، وطول العمر نبجي عليه أو ننعاه، أبد والله ما ننساه
حسينا وما ينسان ابن حامل حمي. يا شباب ماذا أقول عن هذه الليلة؟ وين نروح شبابنا؟ إمامكم وين هذه الليلة؟ أرجوك إمامك هذه الليلة وين؟ أما جسمه ففي كربلاء على الأرض جثة بلا راس. الله أكبر. شلون على الأرض؟ عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرمي. لكن يا شباب رأس الحسين وين هذه الليلة؟ تدري وين؟ الله أكبر. على رواية في المقاتل لما جاءوا برأس الحسين إلى الكوفة وصلوا ليلا إلى الكوفة، حامل رأس الحسين أخذ رأس المولى غدا يذهب إلى ابن زياد. جاء إلى البيت أين وضع رأس إمامنا؟ تتحمل تسمع يولا؟ وضع رأسه في التنور على الرماد. يا حسين مثل هذه الليلة لما صار الليل خرجت زوجة هذا الذي حامل رأس الحسين، خرجت من الدار الله إلى ساحة دارها وإذا بها ترى أنوارا من مطبخ دارها. وين؟ ليش الأنوار؟ من جاي؟ جاءت إلى المطبخ وإذا بها ترى الأنوار من التنور وتسمع صوت البكاء. شنو البكاء؟ أهل الإشارة تسمع صوت امرأة تنادي ولدي حسين. بأي ذنب قتلوا؟ كأنهم ما عرفوك من جدك وأبوك. ولدي ومن شرب الماء من عيوك. إشارة السلام على الشفاه الذابل. الله الله الله. جاءت إلى التنور رفعت التنور وإذا برأس في التنور. على رواية جاءت إلى زوجها يا ما هذا الرأس؟ قال لها جائزة مال سعدنا. قالت رأس من هذا؟ شافت الألواح. رأس من هذا؟ قال لا رأس الحسين الخارجي الذي خرج على الأمير وحسينا. سمونه خارجي. قالت هذا رأس ابن رسول الله. اجلال الله جعلت تقول تبكي. انا بعد ما اقعد وياك، انا ما اكون وياك. جعل يضربها وفي رواية الى ان ماتت رضوان الله عليها. لكن آخر كلمة أقول هاي الأم هذه الليلة ليلة الجمعة. الزهراء وين؟ الزهراء هذه الليلة عند التنور تبكي على ولدها. يا هذا البيت وأسألك الدعاء تقول شمر بيك شمر بيك. شمرني الدهر تاليها وشمر والله شمر بيك شجاك بكربلة يا ابني. او شمر بيك انشدك يا ابني. وش سوى الشمر بيك؟ اسأل حال الزهراء. انشدك
بك يا ابني وجه والشمر بك من حط جبهتك فوق الوطير. اي والله انشدك يا ابني وش سوى الشمر بك. والله من حط جبهتك فوق الوطي يا نعيان إن جيت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة فاطم لو خيبت الحسين مجدلة وقد مات عطشانا بجنب فراتي بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات بتقول أنا الوالدة يا حسين يا ابني أنا الوالدة يا حسين يا من ريت ذبحك ذبحك.